الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث في شرح الجامع في صفة الصلاة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول معالي شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في كتابه الجامع في صفة الصلاة في مسألة قراءة الفاتحة، قال حفظه الله: والراجح في هذه المسألة والله أعلم أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فلو اكتفى المأموم بقراءة الإمام صحت صلاته. هذه المسألة كما ذكرنا بالأمس في اختلاف العلماء في قراءة الإمام، هل هي قراءة للمأموم في الصلاة الجهرية أم لا؟ وبسطنا القول لكل مذهب من المذاهب الثلاثة التي اختلفت في حكم قراءة الفاتحة للمأموم. ونخلص إلى الراجح في المسألة والله أعلم أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فلو اكتفى المأموم بقراءة الإمام صحت صلاته. نعم. قال شيخنا عفى الله عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تكلم العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة، وبسطوا القول فيها وفي غيرها من المسائل، وتارة أفردوا القول فيها في مصنفات مفردة، وانتصر طائفة للإثبات في مصنفات مفردة كالبخاري وغيره، وطائفة للنفي كأبي مطيع البلخي وكرام وغيرهما. ومن تأمل مصنفات الطوائف تبين له القول الوسط، فإن عامة المصنفات المفردة تتضمن صور كل من القولين المتباينين: قول من ينهى عن القراءة خلف الإمام حتى في صلاة السر، وقول من يأمر بالقراءة خلفه مع سماع جهر الإمام. والبخاري ممن بالغ في الانتصار للإثبات بالقراءة حتى مع جهر الإمام، بل يوجب ذلك كما يقوله الشافعي في الجديد وابن حزم. ومع هذا فحججه ومصنفه إنما تتضمن تضعيف قول أبي حنيفة في هذه المسألة وتوابعها، ولا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة، كما لا سبيل إلى الخروج من الخلاف في وقت العصر وفي فسخ الحج ونحو ذلك من المسائل. يتعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعي. هذه المسألة ليس فيها ما يقال في غيرها من مسائل الخلاف، بأن الاحتياط في الخروج من الخلاف فتعمل كذا. لا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة، لأنها
ليس هناك قول هو الأحوط إذا فعلته. قد يقول قائل إن القراءة قراءة الفاتحة للمأموم على سبيل الاحتياط يكون بذلك من الخروج من الخلاف، وليس كذلك. لماذا؟ لأن الذي يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية وهو مأموم قد سمع قراءة إمامه، سوف يقرأ هذه السورة إما مع قراءة الإمام فيخالف قول ربنا جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وأيضا إن لم يكن كذلك فإذا قرأها في سكتات قد لا يكملها، أو أنه يحدث الإمام سكتة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هناك ثمة احتياط في هذه المسألة. ولكن الذي يكون في هذه المسألة أقرب وأرجح أن الإنسان المأموم إذا كان في السرية فلا بأس أن يقرأ الفاتحة، لأنه لا ينازع الإمام في هذه القراءة، وإن كانت قراءة الإمام قراءة له لكن في السرية يستطيع أن يقرأ. أما في الجهرية فليس هناك وقت ممكن أن يقرأ فيه الإنسان الفاتحة في كثير من الأوقات ومع كثير من الأئمة، إلا إذا كان سيقرأ مع قراءة الإمام، وهذا مخالف للآية التي سبق ذكرها. نعم. قال رحمه الله: والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه، لكن ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق. انتهى كلامه. مسألة: من أدرك الإمام وقد شرع في القراءة فهل له أن يستعيذ ويستفتح أم يفعل أحدهما، أم يسكت وينصت لقراءة الإمام؟ هذه مسألة تعرض لكثير من الناس. إذا أتيت إلى المسجد والإمام قد شرع في القراءة، إما قراءة الفاتحة أو أنه أيضا أتم الفاتحة وشرع في قراءة ما تيسر من القرآن، وأتيت والإمام يقرأ القرآن وكبرت تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن، فهل تستفتح وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أم تسكت؟ هل تستفتح تأتي بدعاء الاستفتاح وتستعيذ، أم تستفتح فقط ولا تتعوذ، أم تسكت فلا تأتي لا بالاستفتاح ولا بالاستعاذة وتنصت؟ نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في هذه المسألة نزاع، وفيها ثلاثة أقوال. هي ثلاث روايات عن أحمد: قيل إنه حال الجهر يستفتح ويتعوذ ولا يقرأ، لأنه بالاستماع يحصل له مقصود القراءة بخلاف الاستفتاح والاستعاذة فإنه لا يسمعهما، وقيل يستفتح ولا يتعوذ لأن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام بخلاف التعوذ فإنه تابع للقراءة، فمن لم يقرأ لا يتعوذ، وقيل لا يستفتح ولا يتعوذ حال الجهر، وهذا أصح، فإن ذلك يشغل عن الاستماع والإنصات المأمور به، وليس له أن يشتغل عما أمر به بشيء من الأشياء. انتهى كلامه. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إذا دخل مع الإمام في الصلاة الجهرية
وقد شرع في القراءة سواء قراءة الفاتحة أو قراءة ما تيسر من القرآن، فإنه يستفتح ويتعوذ. لماذا؟ لأن الإمام لا يجهر بالاستفتاح ولا بالتعوذ، فيكون لا يحصل له أن قراءة الإمام قراءة له في الاستفتاح والتعوذ، لأن الإمام لا يجهر بهما. فقالوا يستفتح ويستعيذ، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قول الثاني قالوا يستفتح ولا يتعوذ. لماذا؟ قالوا لأن الاستفتاح تبع لتكبيرة الإحرام، والتعوذ تبع للفاتحة، وما كان تبع لتكبيرة الإحرام يأتي به وهو الاستفتاح، وأما التعوذ فهو تابع للقراءة فلا يأتي بها، لأن الإمام قراءته قراءة للإمام للمأموم، لأن الإمام قراءته قراءة للمأموم. القول الثالث قالوا لا يستفتح ولا يتعوذ، وإنما ينصت، لأن الله جل وعلا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا هو الأقرب لوجود الدليل بأن المسلم مطلوب منه شرعا ومأمور شرعا أنه إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية عليه أن ينصت. قال الإمام أحمد أجمع أهل العلم على أن هذه السورة على أن هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أنها في الصلاة، يعني إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية فأنصت واستمع، وهذا أقرب. فإذا كبر تكبيرة الإحرام وقد شرع ما لحق الإمام إلا وقد شرع في القراءة، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم ينصت للقراءة ويستمع إليها. نعم. قال شيخنا حفظه الله وتجب قراءة الفاتحة مرتبة متوالية غير منكسة، بل كما أنزلها الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هكذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن ترك الترتيب بأن قدم بعض آياتها على بعض فإن تعمد ذلك بطلت قراءته، ولا تبطل صلاته عند الشافعية، لأن ما فعله هو أنه قرأ آية أو آيات في غير موضعها، ويلزمه استئناف الفاتحة وتبطل بتعمده عند الحنابلة. ولا شك أن المأمور أن تقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، مرتبة يعني مرتبة الآيات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر السورة، يرتبها، وأيضا متوالية يعني لا يفصل فصلا يطول بين الآيات، وإنما يقول الحمد لله رب العالمين ويقف عند رؤوس الآيات ثم يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيقرأ الفاتحة ويرتب آياتها، وأيضا يوالي في قراءة الآيات ولا يفصل فصلا طويلا بين الآيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله وإن فعل ذلك ساهيا لم يعتد بالمؤخر ويبني على المرتب من أول الفاتحة، وإن نكسها لم تصح. إذا فعل بأن لم يقرأ مرتبا، قال مالك يوم الدين قبل أن يقرأ الحمد لله رب العالمين ساهيا، استفتح فقال مالك يوم الدين، ماذا عليه؟ وهو قد فعل ذلك سهوا من غير عمد، فإنه يأتي بما لم يقرأه فيعيد فيقول الحمد لله رب العالمين وهكذا، فلا بد أن يأتي بها مرتبة، فلا يعتد بالمؤخر. لو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين وترك الآية فإنه يقرأها ولا يعتد بإياك نعبد وإياك نستعين حتى يقرأ ما قبلها. نعم. قال وإن نكسها، لو قرأ من آخر السورة إلى أولها هذا يسمى تنكيس، فإن صلاته غير صحيحة لأنه لم يأتي بالفاتحة على الوجه الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله وتجب الموالاة في قراءتها، ومعنى الموالاة أن يصل الكلمات بعضها ببعض ولا يفصل إلا بقدر التنفس، فإن قطعها لأمر مشروع كتأمينه على قراءة الإمام أو فتحه على الإمام بنى على قراءته، أو سكت ليستمع لقراءة الإمام سواء طال ذلك أو قصر. وهذا معنى الموالاة، فإن كان الموالاة أن يصل الكلمات بعضها ببعض ولا يفصل بينها إلا بقدر النفس تنفس، لكن لو قطعها لأمر مشروع كتأمينه على قراءة الإمام أو أن الإمام ارتج عليه ففتح عليه فإن ذلك لا يؤثر على هذا الشرط وهو شرط الموالاة. نعم. أحسن الله إليكم. وإن كان القطع لأمر غير مشروع وطال الفصل أبطل هذا القطع الموالاة، وإن لم يطل لم تبطل. إذا طال الفصل قال الحمد لله وسكت بهذا السكوت الطويل الرحمن الرحيم، فإنه بهذا الفصل قد قطع الموالاة، والموالاة شرط لقراءة الفاتحة. نعم. وبذلك تبطل هذه القراءة، لا بد أن يستأنف الفاتحة من جديد. نعم. قال شيخنا حفظه الله وفيها 11 تشديدة عند من لا يعتبر البسملة منها، في اللام من لله، والباء من ربي، والرائين من الرحمن الرحيم، والدال من الدين، والياءين من إياك وإياك، والصاد من الصراط، واللام من الذين، والضاد واللام من الضالين، وأربعة عشر تشديدة عند من يعتبر البسملة منها، في الله الرحمن الرحيم. التشديد للحرف معناه أن ذلك بحرفين، والتشديد للحرف هو بمعنى يعني أنه حرفين شددا فكان بهذا التشديد حرفين من نفس الحرف، وفي الفاتحة من غير البسملة 11 تشديدة لا بد أن يأتي بها. لماذا؟ لأن التشديد يعني حرف وحرف، فلو لم يأتي بالتشديد فإنه قد ترك حرفا، وإذا تركه متعمدا لم تصح قراءة الفاتحة. وقد ذكرنا أن هذه التشديدات في الفاتحة بإحدى عشرة تشديدة إذا لم نعتبر البسملة وهو الراجح من السورة، وعند من يعتبر البسملة من السورة تكون عدد التشديدات 14 تشديدة. نعم. قال شيخنا حفظه الله فإن ترك تشديدة سهوا أو خطأ لم تصح واستأنف، وإن تركها عمدا بطلت، لأن الحرف المشدد حرفان. نعم. لو ترك تشديدة سهوا فإنه قد ترك حرفا لم تصح القراءة، لأن القراءة ركن، والركن لا بد أن تأتي به سواء كان عن سهو أو عن خطأ، فضلا أن يكون عن عمد، ولا بد من الاستئناف. وإن ترك التشديد ولو في تشديدة واحدة عمدا بطلت القراءة، لأنه ترك حرفا كاملا
من السورة فلم يأتي بها كاملة، فالحرف المشدد حرفان. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وإذا أظهر المدغم مثل أن يظهر لام الرحمن فيقول الرحمن فصلاته صحيحة. قال الرحمن فصلاته صحيحة لأنه أتى بالحرفين أظهر الإدغام لم يشدد، صلاة صحيحة، لكنه ترك الأولى والأتم في القراءة وهو أن يأتي بالإدغام. نعم. لأنه إنما ترك الإدغام وهو لحن لا يحيل المعنى، ويستحب قراءتها مجودة مرتلة يمكن فيها حروف المد واللين من غير تمطيط مع وقوفه عند رأس آية، عملا بقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، واتباعا لقراءته صلى الله عليه وسلم كما وصفتها أم سلمة رضي الله عنها، كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا يدلك على أهمية تعلم قراءة الفاتحة القراءة الصحيحة، وقد تضافرت كلمات العلماء في الحث على تعلم هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي الصلاة، سمى الصلاة، وهي فاتحة القرآن وفاتحة الكتاب. ولذلك فإن العلماء قد بيّنوا أحكام هذه السورة لأنها تقرأ في كل ركعة، وهي ركن لا تصح الصلاة بأي حال إذا أخل المسلم بهذا الركن فإن صلاته غير صحيحة. وعلى هذا فإننا نقول إن الاهتمام بهذه السورة ومعرفة أحكامها وقراءتها القراءة الصحيحة مما يجب على المسلم، ولذلك بيان الواجب فيها والمستحب حتى، ويستحب عند قراءتها أن تقرأ مجودة مرتلة يمكن فيها حروف المد واللين من غير تمطيط مع وقوفه عند رأس كل آية، عملا بقول الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. نعم. قال شيخنا حفظه الله: قول آمين، فإذا فرغ من الفاتحة أمن بقوله آمين، والتأمين مشروع في الجملة عند أهل العلم للإمام والمأموم والمنفرد. أما المنفرد فقد اتفق العلماء على أنه يشرع أن يؤمن بعد قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية. قال النووي رحمه الله: وقد اجتمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن، وأما الإمام فالجمهور على أنه يؤمن في السرية والجهرية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وذهب المالكية إلى أن الإمام يشرع له التأمين في الصلاة السرية فقط، ويكره له أن يؤمن في الصلاة الجهرية، وتأول الحديث السابق بأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام أي بلغ موضع التأمين، كقولهم أنجد وأتهم إذا بلغ نجدا وتهامة. وقالوا إن الرواية الأخرى فيها قسمة بين الإمام والمأموم بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. نعم. بعد أن يتم قراءة الفاتحة يقول آمين. من يقول؟ الإمام والمنفرد والمأموم.
أما المنفرد فقد انعقد الإجماع على أن المنفرد يؤمن كما ذكر ذلك الإمام النووي. المنفرد اتفقت كلمة العلماء على أنه يؤمن بعد قراءة الفاتحة، سواء ذلك في الصلاة السرية أو الجهرية، والتأمين أن يقول آمين. وأما الإمام فجمهور أهل العلم على أن الإمام يؤمن في الجهرية والسرية أيضا كالمنفرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، وهذا نص في أن الإمام يؤمن في انتهائه من الفاتحة، يأتي بالتأمين. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. هذه كلمة فصل، ما دام أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤم الناس يقول آمين، فهذا لا يبقى معه اختلاف. لكن المالكية رحمهم الله قالوا إن الإمام يشرع له التأمين في السرية دون الجهرية، فالجهرية يكره له أن يؤمن فيها. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام، قالوا يعني بلغ موضع التأمين، وليس معناه أن يؤمن هو الإمام، وإنما الذين يقولون آمين هم من يستمع وهم المأمومون. وقالوا إن الرواية الأخرى فيها قسمة بين الإمام والمأموم، بين الإمام والمأموم، فإن الإمام يقرأ الفاتحة إلى ولا الضالين ثم يقول المأموم آمين، فكأن الجميع قرأها، الإمام والمأموم، فآمين هي للمأموم يقولون، وأما إلى ولا الضالين فهي إلى الإمام. وهذا تأويل ليس عليه دليل، بل الدليل على عكسه، بأن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين في الصلاة الجهرية. نعم، أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: قال ابن عبد البر رحمه الله: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول آمين إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب، وهذا نص يرفع الإشكال ويقطع الخلاف، وهو قول جمهور علماء المسلمين، وممن قال ذلك مالك في رواية المدنيين عنه، منهم عبد الملك ابن الماجشون، ومطرف ابن عبد الله، وأبو المصعب الزهري، وعبد الله بن نافع، وهو قولهم قالوا يقول آمين الإمام ومن خلفه، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما، والثوري والحسن بن حي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وداود والطبري وجماعة أهل الأثر، لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ووائل بن حجر. وقال الكوفيون وبعض المدنيين لا يجهر بها، وهو قول الطبري. وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور وأحمد بن حنبل وأهل الحديث يجهر بها. انتهى كلامه. هذا هو الحق، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال آمين وهو إمام، فيشرع للإمام أن يقول آمين. نعم. أما المأموم فجمهور أهل العلم على أنه يشرع له التأمين في الصلاة السرية والجهرية لعموم الأحاديث السابقة، وموضعها أن يوافق تأمينه تأمين الإمام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم. قال ابن رجب رحمه الله: ويكون تأمين المأمومين مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده عند أصحابنا وأصحاب الشافعي. وقالوا لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير هذا، فإن الكل يؤمنون على دعاء الفاتحة،
والملائكة يؤمنون أيضاً على هذا الدعاء، فيشرع المقارنة بالتأمين للإمام والمأموم ليقارن ذلك تأمين الملائكة في السماء بدليل قوله في رواية معمر: فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين، فعلل باقتران تأمين الإمام والملائكة. ويكون معنى قوله: إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا شرع في التأمين أو أراده. نعم، كذلك المأموم، جمهور أهل العلم على أنه يشرع له التأمين في الصلاة السرية والجهرية لعموم الأحاديث، لكن السؤال: متى يؤمن المأموم؟ هل إذا انتهى الإمام من قوله آمين، أو يقول آمين مع ابتداء قول الإمام آمين فيؤمن مع تأمينه، أو بعده أو قبله؟ الصحيح في هذا أن تأمين المأموم مع تأمين الإمام، معه لا قبله ولا بعده، لا قبله ولا بعده. ولذلك قالوا: لا يستحب للمأموم أن يقارن الإمام في شيء إلا في التأمين، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ما يكبر معه وإنما يكبر بعده يتابعه، إلا في التأمين فإنه يوافقه، المشروع أنه يوافق إمامه في التأمين فيؤمن مع تأمين إمامه. والدليل حديث: فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين، فإذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا ابتدأ وشرع في التأمين فأمنوا، حتى يتوافق تأمين المأموم مع إمامه مع الملائكة، كلهم يؤمنون في وقت واحد، الإمام والمأموم، ويوافق ذلك تأمين الملائكة. نعم، أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: أما جهر الإمام بالتأمين فهو مذهب نعم، ويجهر الإمام والمأموم بالتأمين في الجهرية. أما جهر الإمام بالتأمين فهو مذهب الشافعية والحنابلة، ورواية عن مالك واختيار ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن باز. وذهب الأحناف إلى أن الإمام يسر بالتأمين، وهو رواية عن مالك ورواية في مذهب الحنابلة. والصحيح جهر الإمام بالتأمين، وهو السنة العملية والقولية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. هل يجهر الإمام والمأموم بالتأمين إذا قال: ولا الضالين؟ هل يقول الإمام آمين جهرا؟ وأيضا هل المأموم يجهر بالتأمين؟ لا شك أن المسألة خلافية، فإن مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أيضا اختيار ابن حزم الظاهري، أنه يجهر الإمام والمأموم بالتأمين. أما الأحناف فإنهم يقولون، الحنفية يقولون إن الإمام يسر بالتأمين، أن الإمام يسر بالتأمين، يقول ولا الضالين ثم يقول سرا آمين، ولكن جهر الإمام بالتأمين هو الصحيح، وهي السنة العملية والقولية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال شيخنا حفظه الله: والصحيح جهر الإمام بالتأمين، وهو السنة العملية والقولية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث وائل بن حجر المتقدم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وفي حديث أبي هريرة المتقدم: إذا أمن الإمام فأمنوا.
وأما جهر المأموم بالتأمين فهو مذهب الشافعية والحنابلة واختيار البخاري وابن حزم وشيخ الإسلام وشيخنا ابن باز، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. ووجه الاستدلال أن في الحديث الأمر بقول آمين، والقول إذا وقع به الخطاب مطلقا حمل على الجهر. وبحديث وائل بن حجر المتقدم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. قال الترمذي: حديث وائل بن حجر حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها. انتهى كلامه. وذهب الحنفية والمالكية إلى الإسرار بالتأمين، واستدلوا بأدلة إسرار الإمام بالتأمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالتأمين، وقد أمر المأمومين أن يؤمنوا مع تأمين الإمام، وظاهره أنهم يؤمنون مثل تأمينه، لأن التأمين في حقهم أوكد لكونهم أمروا به، فإذا كان هو يجهر به فالمأموم أولى، وقد تقدم التصريح بذلك. ولذلك فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر بالجهر به وأجمعوا على ذلك. فروى إسحاق بن راهويه عن عطاء أنه قال: أدركت 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم ضجة بآمين. وعن عكرمة قال: أدركت الناس في هذا المسجد ولهم ضجة بآمين. قال إسحاق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بآمين حتى يسمعوا للمسجد رجة. انتهى كلامه. جهر المأموم بالتأمين على قولين مشهورين. قول الأول أنه يجهر بها كالإمام، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني لا يجهر بها، وهو قول أو مذهب المالكية والحنفية. وعند التأمل نجد أن القول بالجهر بالتأمين هو الموافق للسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قائل: إذا أمن الإمام فأمنوا، ولم يقل سرا. وقد نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عطاء: أدركت 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم ضجة بآمين. ولا يمكن أن يكون هذا العدد الكبير من الصحابة قد فعلوا ذلك إلا لأنهم فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو المستقر عندهم، فليس فعل صحابي واحد ولا اثنين ولا 100، بل أكثر من 200 أو أدركت 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا حالهم. لكن مع هذا فإن المسألة سهلة ولا يقع فيها التنازع بين الناس. إذا جهر المأموم بالتأمين أنكر عليه من لا يرى ذلك إنكارا شديدا، وربما فسقه أو بدعه أو أنكر عليه إنكارا قوليا يخرجه من المسجد ونحو ذلك، فهذا لا يجوز شرعا، فإن المسألة يسع فيها الخلاف ومراعاة حال الناس في ذلك. لو أن مأموما صلى مع حنفية عوام أو مالكية يرون الجهر يرون الإصرار بالتأمين، وأنه لو جهر بالتأمين لا وقع عليه إشكال في ذلك وأنكر عليه إنكارا شديدا، فإنه يصر بها والحمد لله، لا إشكال عليه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: وعلى كل حال فمسألة الجهر أو الإسرار بالتأمين هي من سنن الصلاة، ولا ينبغي التنازع حيالها،
فإن كانت المصلحة في عدم الجهر كأن صلى مع من يرى ترك الجهر بها فلا بأس أن يسر بها، والعكس بالعكس تأليفا للقلوب وجمعا لها وبعدا عن الاختلاف، خاصة إن كان بين عامة درجوا على هذا القول ولم يتعلموا غيره. وعلى المسلم تعلم الفاتحة وحفظها، لأن صلاته لا تصح إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن ترك تعلمها مع قدرته لم تصح صلاته. قال القرطبي رحمه الله: وعليه أبدا أن يجهد نفسه في تعلم فاتحة الكتاب، فما زاد إلى أن يحول الموت دون ذلك وهو بحال الاجتهاد فيعذره الله. وفي وقت تعلمها هل يصلي خلف من يحسنها لتكون قراءة الإمام قراءة له؟ نعم، كما ذكرنا بأن تعلم الفاتحة وحفظ الفاتحة من أوجب الواجبات، لأنه لا تصح الصلاة إلا بها. وعليه أبدا كما قال القرطبي أن يجهد نفسه في تعلم فاتحة الكتاب، لكن في وقت التعلم هل يصلي خلف من يحسنها لتكون قراءة الإمام قراءة له؟ نعم. قال شيخنا حفظه الله: ذهب الحنابلة أنه لا يجب عليه ذلك، وإن كان يستحب له الصلاة خلف قارئ خروجا من خلاف من أوجبه. وذهب الشافعية والمالكية إلى وجوب ذلك، لأنه لا يتوصل لذلك الواجب بالنسبة له إلا بالإتمام بمن يحسنها، والإمام يحمل عنه ذلك. فإن لم يجد أحدا يأتم به فإنه يقول مكانها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا لم يكن قد تعلم الفاتحة فإنه يستحب له أن يصلي خلف إمام يقرأ بالفاتحة، لأن قراءة الإمام قراءة له حتى يتقن الفاتحة. وهل هذا واجب؟ قال الحنابلة: لا يجب عليه. والشافعية والمالكية يقولون بوجوب ذلك، لأنه لا يتوصل إلى الواجب إلا بهذا. وهذا قول قوي، ولا شك أن فعل هذا بأن يصلي خلف إمام خروجا من الخلاف فلا شك أنه هو الاحتياط، وهو الذي تبرأ به الذمة. لكن لو أنه لم يجد أحدا يعلمه الفاتحة فماذا يقول بدل الفاتحة؟ يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله بأنه لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن: علمني ما يجزئني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: فإن لم يجد أحدا يأتم به فإنه يقول مكانها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أخذ شيء من القرآن، فعلمني ما يجزئني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: يا رسول الله، هذا لله عز وجل، فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: فإن عجز المسلم عن تعلم الفاتحة وحان وقت الصلاة قبل أن يتعلمها قام مقامها: سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن، فعلمني ما يجزئني عنه. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى كلامه. وكذلك لو أنه لا يحسن إلا بعض الآيات، فإنه يكرر هذه الآيات بمقدار طول سورة الفاتحة. أما إذا كان لا يحسن إلا جزء من آية فإنه لا يكررها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله أن يعلمه ما يجزئه عن الفاتحة: قل سبحان الله والحمد لله إلى آخر الحديث. والحمد لله جزء من آية، ولو كان يكفي أن يكرر جزء من آية لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كرر الحمد لله بمقدار قراءة الفاتحة. فدل ذلك على أنه إن كان عنده أكثر من آية نعم يكررها، أما إذا لم يكن عنده إلا جزء آية فلا يكررها، وإنما يقول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: ثم إن كان يحسن بعض آياتها كرره بمقدار طول سورة الفاتحة، وإن كان يحسن آية منها كررها، لأن ما كان منها فهو أولى، لأن الفاتحة منها أقرب إليها من غيرها. قال النووي رحمه الله: واعلم أن الأحوط والمستحب لمن يحفظ آية من الفاتحة أن يكررها 7 مرات، ويأتي مع ذلك ببدل ما زاد عليها ليخرج من الخلاف. انتهى كلامه. وإن عرف بعض آية لم يلزمه تكرارها وعدل إلى غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولم يأمره بتكرير الحمد لله، وهي بعض آية من الفاتحة. قف عند هذا. نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.